أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تشهده المؤسسات المصرفية والمالية في مملكة البحرين من تطور ونماء على كافة الأصعدة يعكس دورها المهم في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه. مشيرا سموه إلى أن قطاع الخدمات المالية من القطاعات الواعدة التي تحظى بتطوير مستمر عبر ما يتم وضعه من استراتيجيات وخطط تصب في تحقيق أهدافها المنشودة وتدفع بها نحو مستويات أكثر تنافسية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بافتتاح المبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في منطقة خليج البحرين. يرافقه سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من كبار المسؤولين، حيث أشار سموه إلى أن افتتاح هذا المبنى يأتي كإضافة نوعية للقطاع المالي والمصرفي الذي يحظى بكل الاهتمام والدعم والذي سينعكس على خلق مزيد من الفرص النوعية للمواطنين وتعزيز مركز البحرين الريادي في المجال المالي والمصرفي، منوها سموه بأهمية مواصلة تعزيز دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في قطاع الخدمات المالية ومختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية ورفع كفاءة الأداء وفق أولويات خطة التعافي الاقتصادي وبما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وقد قام سموه بجولة في مقر المبنى الجديد للمعهد الذي تصل مساحته إلى 25,000 متر مربع ويستوعب 1,200 متدرب في وقت واحد، حيث اطلع سموه على قاعة المحاضرات الرئيسية وجانب من الصفوف التفاعلية والمختبرات العلمية المجهزة بأحدث التقنيات التعليمية الرقمية وقاعة التداول الأولى من نوعها في المنطقة التي تحاكي التداول المالي وحركة الأسواق المالية التي يستخدمها طلبة ومرتادو المعهد في مختلف البرامج الأكاديمية والتدريبية. كما استمع سموه إلى شرح حول المعهد والبعد التاريخي له والذي يمتد إلى أكثر من 40 عاما من المنجزات، إلى جانب ما يميز هذا المعهد من علاقات وشراكات دولية فاعلة مع المعاهد المتخصصة بهذا المجال الذي عزز من دوره الحيوي في تدريب وتطوير رأس المال البشري في مملكة البحرين والشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا وأوروبا وما وراءها، إلى جانب ما سيسهم به افتتاح المبنى الجديد من زيادة في البرامج التدريبية المتخصصة إلى أكثر من 600 برنامج. وبهذه المناسبة أعرب سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة المعهد السيد رشيد محمد المعراج عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح المبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، مؤكدا أن التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تدفع لمزيد من الحرص لتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير أفضل الفرص له، وتسهم في تنفيذ رؤية معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. ونوه المعراج بأن برامج وخطط معهد البحرين لدراسات المصرفية والمالية تتوافق مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي، لافتا إلى أن استراتيجية المعهد ترتكز على رفض القطاع المالي والمصرفي بالكوادر المؤهلة وتعزيز مكانة المملكة في مجال التدريب المتخصص ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.